الشعب يريد إسقاط النظام. يقولون سيادة رئيس الوزراء يقول أنا أتنازل إلا في حال شخصيا قام بتنصيب رئيس وزراء جديد. تقبلون؟ لا. تقبلون؟ لا. إذا شنو؟ شائع كائع كلهم حرامية. رئيس الوزراء قالت اصدقائي في حال قام حجي عادل العامري والسيد مقتدى باختيار رئيس الوزراء احنا شو رد لهم؟ لا مقتدى لا هادي، لا مقتدى لا هادي.